اهلا وسهلا في قناة رورو كنز. اليوم راح نلعب سكورة. اليوم بقرر صراحة اقتل كل الاشرار بعضهم، كأنه بس الاشي الصعب اللي مستحيل اني اقدر اقتله هو هاد. ويت، لا مش هاد، هذا فيها هاي بس لا شوفي كمان هدول الحلوين هدول يعني صح بكرههم. اوكي ولما اقتلهم بيجي اكتر منهم. لما اقتل يعني هدول هم كم؟ واحد اثنين ثلاثة اربعة خمس، بيجوا منهم ثمانية. مش عارفة ايش اوكي خلاص نبدأ من هون. هاي المدرسة كلها شريرة، كلها فيها أسرار. يا دوب هات شوف شوف كم في واحد. تعال نشوف هون ما في، هون كمان شكله ما في، ما في هون. لا هاي واحد، هذا بعيش بعيش بالليل، بدوس عليه ولكن هو عن جد عقايد الحياة. وهون في كمان سمك بيجي مقرف. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، أيوة خمسة. الثالث نبدأ من هون، ما فيش هون. هون بيجوا أربعة منهم مثله، بيكونوا عايشين بشربوا شاي وكرك، مش فاهمة. وهي بتعيش، هاي بتعيش، بتعرف ايش قصتها بس بتعيش. حتى هاي زعتوا عليها بالليل بتعيش، بس هلا ما بتعيش. اوكي كلها مع قيد الحياة بتنفسوا. شو هاد؟ طيب ما في شي هون. اروح طب اشوف. ما في شي، وقت اروح اشوف اذا في شي هون. لا هون ما في هون، ما في. هون في اشي، هون بكون في اشي، بكون في اشي بالليل. هاد ما بقدر اشوف صح. مش عم بشرب، ايش بعمل انا؟ بسم الله من ظهري. واو شفت كيف انحناء الظهر هاد؟ هات نشوف ده. شوف مرة تانية. ليش هيك؟ ليش القتل؟ قتل الظهر هاد. اوكي بالليل ما اسوي بالليل. شفت بس المدرسة كلها، بشوف المدرسة. هاي هدول بقتلونا، هذا اذا ضربتوا بقتلونا كلكم، اذا ضربتوا بقتلونا. هون ما في اشي، ما في اشي. هون اظن تلعبوا، هون كمان ما في اشي. بس هون دفهم شو في، ايش في هون؟
أعرف تدخل. تعرف إيش فيه؟ طيب أنا بتذكر إنه كان في حصان، أنا بتذكر كان في حصان ما بعرف وين. هون كان الحصان. هون الحصان كان هون عن جد بحكي. جد كان في حصان هون. أنا متأكدة كان في حصان بس ما بعرف أي وقت بيجي. وين؟ أي ساعة بيجي؟ طيب طب هاي ما في حد. هيا شو بتسوي فيهم؟ ده شو بتسوي؟ خلاص هاد هاد حيواني الأليف. احكوا أهلا. شو نسميه؟ شو نسميه؟ اوكي عادي بدنا نخليه ليل هلا. اوكي يلا ليل. انا وحصاني منروح نستكشف كل المدرسة. ما يكون في حد. بقدر اعمل اتاك فيه؟ اوكي اي لا 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 حصاني لا بليز لا بليز لا يا جماعة لا. يا الله يا الله يا الله. يا رب لا حول ولا قوة إلا بالله. يا سلام اوكي بس نشوفكم في الفيديو الجاي. باي.